UNFM 91.2. بيلد كاو. علاش ولينا اقل شيء يغشش فينا؟ العنف صار معشش فينا وفي غير عقلنا مخلينا. علاش ستريس وصل قتل في ناس الاحساس؟ ما عاد عنا وسع البال ومن ابسط حال يتقلبوا عنا الاحوال. والموال الكلام الخايب ولا في الشوارع القهاوي وفي كل مكان سايب. الكل في الكل عايب وما يرضى الروح يتعايب. والله جايب علاش علاش نشوفوا في حكايات قلوة مقاييس لحياة. فازات صارت في حياتنا عادات، اتحديت الوصول وفاتت حدود المعقول. وكل حال صار نورمال بين القيل والقال والعوج اللي على طويل. ما عاد إجابة لسؤال علاش علاش تحليلنا ما يوفيش والهدرة في عرض الغير عادي وما تتنحاش. علاش علاش نموتوا على ببلاش نشكيو ديما نبكيو والفرصة للنوم ما نراتيو. علاش لا ما نكونوا لبعضنا دواء نتنفسوا الأمل كما الهواء نحسوا بحلاوة الحياة نمحوا الآهات بالضحكات. علاش ما نمحيو الفساد والعوج اللي فينا زاد نفيقوا على خلاق العباد ونصلحوا حال هالبلاد. اي علاش يزينا على غيرنا الاغلاط رمينا مهما عملنا نبر ونقولوا تلزينا. علاش من الاول ما نحلوا عينينا ونحسبوا اللي لينا واللي علينا. علاش شي ما عجبنا نطالبوا بحقنا ونسين واجبنا. علاش لا من بلادنا قربنا ويزينا محتجينا وتعاتبنا. عادي راهو كان خدمنا وفي نفس الوقت طلبنا. عادي كان شوية تعبنا الفايدة اللي غلط مغلبنا. علاش اي علاش ووقتش توفى هالعلاش ونسيروا اللوجو على حلول ونناقشوا في اصلاح كيفاش. وقت شوفه هالسؤال كيفاش يتصلح الحال ونمحيو دهشتنا وفي الواقع بالزايد شكوتنا. ووقتاش ومن قاموسنا ننسيو كلمة علاش. Ooh.